حقيقة نبدأ فيما يتعلق بالشراكة بين مجلس الوزراء ومجلس عمان من خلال أيضا قانون مجلس عمان. نص المادة 77 واضح، ينص على أن المادة 77 تنص على أنه يخصص مجلس الوزراء لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعين كل على حدة، اجتماعين رئيسيين يحضره رئيس المجلس مع مكتب المجلس طبعا للتنسيق في كل ما يتعلق فيه مصلحة الوطن. أيضا المادة في فقرتها الثانية أجازت لمجلس الوزراء، يجوز لمجلس الوزراء أن يشكل لجنة، هذه اللجنة مهمتها تنسيقية وهي حلقة وصل بين مجلس الوزراء وبين مجلس عمان، لها دورين مهمين. الأول أنها تقوم بالتنسيق مع مجلس عمان سواء كان مجلس الدولة أو مجلس الشورى فيما يتعلق بمصلحة الوطن، والأمر الآخر أنها تقوم بتنسيق جدول أعمال ما يتعلق بالجلستين أو الاجتماعين الرئيسيين التي نصت عليهم الفقرة الأولى. بالطبع نحن في مجلس الدولة كانت لنا زيارة لمجلس الوزراء وفقا لنص هذه المادة، طبعا كان هناك جدول أعمال محدد قبل الاجتماع تم التباحث فيه، من ضمن موضوعاته هو الشراكة ما بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة. طبعا لما أتحدث عن موضوع الشراكة إذن أتحدث عن موضوع الدراسات التي تقدم من مجلس الدولة إلى الحكومة. لابد كل أن يقوم بدوره في مجال اختصاصه. مجلس الدولة اليوم لا يمكن أن يقوم خارج نطاق اختصاصاته، إنما لابد أن يقدم دوره ضمن الاختصاصات المنوطة به. صحيح. الاختصاصات المنوطة به فيما يتعلق بالشراكة أن يقدم الدراسات إلى الحكومة التي تعين أو تساعد الحكومة في تنفيذ الخطط الخمسية التي تتبناها الحكومة. وأيضا نجد الشراكة قائمة فيما يتعلق بمشروعات القوانين، نجد الشراكة فيما يتعلق بمناقشة خطط التنمية ومناقشة الميزانية السنوية للدولة، هذه تعتبر شراكة. أيضا الزيارة التي قام بها صاحب السمو إلى مجلس الدولة هي زيارة أتت من بعد الزيارة التي قمنا بها في مجلس الوزراء، إنما هي تأكيد للمجتمع على أن هناك فعلا شراكة حقيقية قائمة بين مجلس الوزراء وبين مجلس الدولة، وأن مجلس الدولة يقوم بدوره المنوط به. وأيضا هناك طلب أيضا من مجلس الوزراء بأن يؤدي مجلس الدولة دوره الفعال في تنفيذ الاختصاصات المنوطة به. خلني حقيقة أبدأ شوية في نشوف إنجازات مجلس الدولة في طوال من عام 97 إلى وقتنا الحالي. يمكن اليوم أنا أطرح نقول مشروع قانون محال من قبل الحكومة إلى مجلس الدولة 81 مشروع تم مناقشته من قبل مجلس الدولة. أيضا هناك 10 ميزانيات سنوية أيضا تمت مناقشتها. أيضا هناك الخطط الخمسية عدد 2 أيضا تمت مناقشتها. هناك أيضا 35 مقترح بمشروع قانون قدم إلى الحكومة من قبل مجلس الدولة. هناك 45 دراسة من مجلس الدولة قدمت إلى الحكومة، وأقول أن العدد 50 هو بالأمس أتى، اللي هو ما يتعلق بواقع البحث العلمي في سلطنة عمان. هناك 22 تقرير قدم إلى الحكومة. كل هذه المواضيع التي قدمت كلها تتعلق بجميع مجالات، سواء كان في الاقتصاد، سواء كان في الاجتماع، سواء كان في كل مجالات الحياة. الآن مجلس الدولة كما ذكرت سابقا عن حديثنا أنه جميع أجهزة مجلس الدولة الآن تنظر إلى رؤية عمان 2040، تسلط الضوء على المحاور الموجودة، تحاول قدر المستطاع تسابق الزمن من أجل أن تقوم بدورها في كل ما يتعلق بهذه الرؤية وتحقق ما يريده جلالة السلطان، وهي ملتزمة بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله وراه. طيب إذا طرح لديكم الأدوار الموضوعات التي سوف تناقشونها خلف الفترة القادمة، يعني حقيقة ما تحضرني أسماء معينة، ما تحضرني موضوعات معينة، لكن مجلس الدولة مثل ما ذكرت لك يركز على الـ نقول عنها اللي هي
الأولويات المتعلقة برؤية عمان 2040 فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي، فيما يتعلق بالرفاه الاجتماعي من حيث الإسكان الاجتماعي، لأنه حقيقة الآن اللجنة الاجتماعية تقوم على دراسة الإسكان الاجتماعي، هذا موضوع مهم، موضوع مهم جدا. أيضا اللجنة الاجتماعية تقوم بدراسة الصحة النفسية، وهذا أيضا موضوع مهم ومن ضمن أولوياته. أيضا لجنة التقنية والابتكار تقوم على دراسة ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وأعتقد أنه هذا أيضا موضوع مهم. أيضا لجنة التقنية والابتكار تقوم على دراسة الحوكمة من خلال التقنية، من خلال استخدام التقنيات، ما يحضرني العنوان بشكله الصحيح لكن هكذا. أيضا تقوم لجنة التقنية والابتكار بدراسة ما يتعلق بنظام نقول عنه الدفاع الإلكتروني من خلال إضافة بعض التعديلات على ما على هذا النظام، وأعتقد أنهم ربطوه بالأمن السبراني أو شيء من هذا القبيل، وهو حديث موضوع مهم جدا. أيضا ما يتعلق ب نجد أنه ما يتعلق بالنظام العقاري وقانون النظام العقاري، وأيضا هذا تقوم على دراسته اللجنة القانونية. أيضا من ضمن المواضيع المهمة أنه المجلس اليوم يعكف على اللائحة الداخلية لمجلس الدولة حتى يحاول إنجازها، بحيث أنه فعلا تنزل في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل بها، لأنه هناك مدة زمنية معينة وفق المادة 78 من قانون مجلس عمان. يعني خلينا نقول ان هذه طبعا يعني جمله من موضوعات، ولكن ليست كلها، يعني هي فقط نعم مجموعه. لكن انا اقول حقيقه يعني احنا عندنا اللجان في مجلس الدوله، اذا جينا الى احدى اللجان تتكون مثلا من 9 اعضاء مثلا، هم لا يعملون هؤلاء 9 اعضاء على موضوع واحد فقط خلال دور العقاد، لا، هذه اللجان تقوم على توزيع هذه اللجان الى فرق، كل فريق يتكون من 3 اعضاء لكي نسابق الزمن حتى نستطيع ان نحقق رؤيه عمان 2040. فتجد ان هذه اللجان منها ما تقدم ب7 مواضيع ومنها ما تقدم ب9 مواضيع، ولكن نجد ان هناك عمل متواصل في مجلس الدوله، حتى حقيقه في الوقت اللي كان فيه جائحه كورونا، في اوج جائحة كورونا، كانت اللجان حقيقة لجان مجلس الدولة تقوم بدورها في اجتماعات مستمرة، إما أن يكون بالاجتماع الحضوري وإما أن يكون الاجتماع عن بعد، لكن العمل حقيقة كان متواصل. والآن أيضا اللجان اليوم حقيقة كان في اجتماع للجنتين، اللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية، وأنا حقيقة حضرت معهم، وهم حقيقة يقومون بدورهم تجاه الوطن وتجاه تنفيذ رؤية عمان 2040. أبدأ حقيقة من كلمة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، عندما قال أن تنفيذ رؤية عمان 2040 هي مسؤولية الجميع، وكل يعمل من خلال مجال اختصاصه، وكل يعمل بقدر استطاعته. إذن الآن نحن ننظر إلى رؤية عمان 2040. رؤية عمان 2040 لها أعمدة أساسية، وهي الإنسان والاقتصاد والحوكمة والأداء المؤسسي. أيضا رؤية عمان 2040 لها محاور 4، وهي الإنسان والمجتمع والاقتصاد والتنمية والبيئة المستدامة، وأيضا الأداء الحوكمة والأداء المؤسسي. أيضا رؤية عمان 2040 لها أولويات، من ضمن أولوياتها التعليم والبحث العلمي، من ضمن أولوياتها الصحة، من ضمن أولوياتها الرفاه الاجتماعي، صحيح، من ضمن أولوياتها القضاء والتشريع، من ضمن أولوياتها الاستثمار، إذن تنويع الاقتصاد، كل هذه المجالات. نقول مجلس الدولة الآن دوره ماذا؟ دور مجلس الدولة أن يقوم بممارسة الصلاحيات التي منحها إياه قانون مجلس عمان، وهي صلاحيات تشريعية بقسميها مشروعات القوانين ومقترحات القوانين. وإذا جئت أتحدث عن مشروعات القوانين، فمشروعات القوانين هي تأتي من الحكومة وليس من مجلس الدولة، لكن لابد إذا أتت مشروعات القوانين من قبل الحكومة وجاءت إلى مجلس عمان، مجلس الشورى ثم مجلس الدولة، على مجلس الدولة أن يعي دوره من خلال نظرته إلى هذه المشروعات، وبالنظر في تعديلاتها فيما يحقق رؤية عمان 2040.
وإذا ما جئنا إلى الشق الآخر وهو مقترحات القوانين، وهنا أقول أنه من خلال منطلق الشراكة بين مجلس الوزراء ومجلس عمان لا بد أن يتم الإفصاح عن ما هي مشروعات القوانين التي سوف تعكف على التي سوف تقوم أو تقوم الحكومة على دراستها، لكي يتسنى إلى مجلس عمان بشقيه أن يحدد ما هي مقترحات القوانين التي سوف يقوم أيضا على تقديمها أو دراستها من خلال رؤية عمان 2040. مجلس الدولة به 6 لجان، عندنا اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية ولجنة التعليم والبحوث ولجنة التقنية والابتكار ولجنة 6 لجان بالضبط. هذه اللجان هي مسؤولية كاملة عن تسليط الضوء على رؤية عمان 2040 وعلى هذه المحاور. وفعلا لما بدأ مجلس الدولة في دور الانعقاد الثاني، ولما طلب من اللجان الموجودة 6 لجان أن تقوم بتقديم برامجها أو موضوعاتها التي سوف تقوم بدراستها، سلطت هذه اللجان الضوء على رؤية عمان 2040. والدليل على ذلك بالأمس صدر ما يتعلق بدراسة واقع البحث العلمي في سلطنة عمان، واقع البحث العلمي في سلطنة عمان ودور القطاعين العام والخاص والشركات العالمية في دعمه وتطويره. ونجد أن أولى من ضمن الأولويات التعليم والبحث العلمي. وحقيقة هناك أيضا اللجان الأخرى، حقيقة لا تحضرني كثير من المواضيع، لكنني عندما اطلعت عليها وجدت أن هذه المواضيع متعلقة بهذه المحاور، منها ما يتعلق بالصحة، وهناك اللجنة الاجتماعية تعكف على دراسة الصحة النفسية، منها ما يتعلق بالإسكان، وهناك أيضا اللجنة الاجتماعية تقوم على دراسة الإسكان، اللجنة الاقتصادية أيضا تقوم بدراسة ما يتعلق بتنويع الاقتصاد، وأيضا من ضمن المحاور أيضا لجنة التقنية والابتكار عندنا تقوم على دراسة الحوكمة من خلال الجانب التقني. فنجد أن أعضاء مجلس الدولة يسلطون الضوء على المحاور، على محاور رؤية عمان 2040، ويمضوا بهذه الرؤية إن شاء الله من أجل السعي في تنفيذ رؤية عمان 2040 وفق ما يرتئيه جلالة السلطان حفظه الله ورعاه. بالإضافة إلين تحدثت قبل قليل أنت عن الدراسات، معروف أنه مجلس الدولة له اختصاص تشريعي، له اختصاص أيضا نقول اختصاص مالي فيما يتعلق بالميزانية السنوية للدولة وفيما يتعلق بالخطط الخمسية. مجلس الدولة أيضا يقوم على دراسة هذه الميزانية وهذه الخطط، وأيضا ينظر إلى رؤية عمان 2040 حتى فيما يتعلق بتحقيق أو تنفيذ الخطط الخمسية. أيضا هناك الاختصاصات الأخرى التي جاءت في المادة 53 من قانون مجلس عمان، والتي تتكلم أن مجلس الدولة منح اختصاص آخر، وهو أن يقوم على دراسة موضوعات خطط التنمية وأن يقوم على دراسة القيم العمانية الأصيلة. ففيما يتعلق بخطط التنمية يقوم مجلس الدولة بتقديم هذه الدراسات، وحقيقة هي ضمن الدراسة التي نتحدث عنها واقع البحث العلمي في سلطنة عمان. طيب هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين أجمعين. اللهم صل وسلم. التجربة الشورية في سلطنة عمان حقيقة مرت بمراحل متعددة، وإذا رجعنا إلى مبدأ الشورى، فمبدأ الشورى هو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية. قال تعالى في كتابه العزيز: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. وإذا رجعنا إلى المجتمع العماني ليس بغريب عليهم مبدأ الشورى، فهناك السبلة وهناك البرزة وهناك المسجد. صحيح. وهذه هي حقيقة الأماكن التي يجتمع فيها أبناء الحي لكي يتباحثون في كل ما يتعلق بمواضيعهم ويناقشونها. أيضا منذ أن تولى جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه الحكم في سلطنة عمان عام 1970 طبق مبدأ الشورى في الجولات السامية. في عام 1973 صدر المرسوم السلطاني المتعلق بإنشاء غرفة تجارة وصناعة عمان. صحيح. ولا ريب أنها مارست الشورى. في عام 1979 صدر مجلس عمان مجلس الزراعة والأسماك والصناعة، ولا ريب أنه طبق مبدأ الشورى. في عام 1981 صدر المرسوم السلطاني المتعلق بإنشاء المجلس الاستشاري. ومن هنا من هذه النقطة نقول أن العمل المؤسسي للشورى بدأ من عام 1981 وهو منذ إنشاء المجلس الاستشاري.
في عام 1991 صدر المرسوم السلطاني رقم 94/91 بإنشاء مجلس الشورى، ثم في عام 96 صدر النظام الأساسي رقم 101/96 والذي يتكلم في الباب الخامس منه على إنشاء مجلس عمان، رغبة من جلالة السلطان الراحل في الانتقال في العمل الشوروي من نظام الغرفة الواحدة إلى نظام الغرفتين. في عام 2011 صدر المرسوم السلطاني 39/2011 و99/2011 في منح مجلس عمان صلاحيات تشريعية ورقابية. هذه الخمسين عام التي مرت من عمل الشورى نجد أن حقيقة لما نقول أن الشورى فيها تدرج، فعلا كان هناك من خلال هذه الأحداث التاريخية نلاحظ فعلا أن هناك تدرج في العمل الشوروي. في عهد جلالة السلطان هيثم ابن طارق حفظه الله ورعاه وعلى طريق الخير سدد خطاه، صدر المرسوم السلطاني رقم 6/2021 فيما يتعلق بالنظام الأساسي للدولة، وصدر المرسوم السلطاني رقم 7/2021 فيما يتعلق بقانون مجلس عمان. لو ذهبنا إلى رؤية عمان 2040 من ضمن كلمات جلالة السلطان التي تحدث فيها أننا سوف نعمل على تعديل هذه التشريعات بما يتناسب مع رؤية عمان 2040، ثم بدأنا فعلا نلامس هذا القول بتعديل النظام الأساسي للدولة، إصدار نظام أساسي للدولة، نظام جديد صدر بالمرسوم السلطاني 6/2021، وصدر قانون مجلس عمان بالمرسوم السلطاني رقم 7/2021. قانون مجلس عمان حقيقة احتوى على 7 فصول. إذن هنا كيف انعكس ذلك على أداء المجلس؟ إذا جئنا نتكلم عن المرسوم السلطاني رقم 7/2021 بشأن قانون مجلس عمان، كيف انعكس أداء المجلس هنا في تعزيز دوره في العمل الوطني في إطار طبعا دورة المؤسسات والقوانين؟ نعم. إذا جئت تتحدث عن قانون مجلس عمان لابد طبعا ذكر النظام الأساسي السابق احتوى على كل ما يتعلق بقانون بمجلس عمان وهو 46 مادة، ثم جاء قانون مجلس عمان أو نقول النظام الأساسي الجديد احتوى على 8 مواد فقط وهو الإطار العام لمجلس عمان، وأفرد لمجلس عمان قانون خاص به رغبة من جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بأن يقوم مجلس عمان بدوره. وحقيقة أنا أنظر إلى قانون مجلس عمان أننا نحن عندما نقوم بممارسة هذه المواد الموجودة في قانون مجلس عمان نستطيع نحن مجلس عمان إذا رأينا أن ما يتناسب مع رؤية عمان 2040 أن نقوم بإحداث تغيير في مواد القانون الخاصة بمجلس عمان نستطيع أن نتقدم بمقترح تعديل مادة قانونية وفق المادة 48 من قانون مجلس عمان. لا ريب أنه لو كان هذا الموضوع في النظام الأساسي للدولة لا نستطيع أن نقوم بإحداث تغييرات. ولذلك أن اليوم أنا أجد تناغم بين إصدار قانون مجلس عمان وبين رؤية عمان 2040، إتاحة الفرصة والمساحة لمجلس عمان بحيث يستطيع التحرك وفق رؤية عمان 2040 ويقوم بإحداث تعديلات. أيضا لما أتحدث عن قانون مجلس عمان، التغيرات التي حدثت في قانون مجلس عمان فيما يتعلق بالمادة 6 فيما يتعلق باختيار أعضاء مجلس الدولة من ضمن الفئات كان في النظام الأساسي للدولة السابق يتكلم عن اختيارهم يكون من بين الوزراء والوكلاء الوزارات ومن في حكمهم، اليوم قانون مجلس عمان جاء ليوسع القاعدة التي يتم منها اختيار أعضاء مجلس الدولة من خلال الذين عملوا سنوات طويلة في الهيكل الإداري للدولة. ولا ريب أن هناك كفاءات عالية في هذا الهيكل في هذا الجهاز الإداري للدولة تستطيع من خلال اختيارهم أن يقوم في الفترات القادمة بصقل المجلس بخبرات تفيد المجلس في العمل التشريعي. أيضا هناك إحداث تغييرات حدثت فيما يتعلق بالمدد الزمنية خاصة فيما يتعلق بمجلس الدولة فيما يتعلق بمشروعات مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى ثم إلى مجلس الدولة. كانت في حالة الاستعجال كانت في الفترة السابقة 15 يوما، بينما في الوقت الحالي وفق قانون مجلس عمان شهر. لا ريب أن هذه المدة الزمنية مدة الشهر مساواتها بمجلس الشورى تعطي هناك تجويد لهذا للتشريع لمراجعة مشروعات القوانين.
أيضا ننطلق إلى مقترحات القوانين التي جاءت في قانون مجلس عمان، ولو أردنا أن نفرق بينها وبين النظام الأساسي للدولة في السابق، كانت مقترحات القوانين في النظام الأساسي لا يوجد ما يشير إلى أنه هناك إلزام على الحكومة في أن تعيد مقترحات القوانين إلى مجلس عمان، بينما قانون مجلس عمان الآن جاء بنص المادة 48 أنه يجب على الحكومة إعادة مقترحات القوانين إلى مجلس عمان في مدة أقصاها سنة، فإذا كانت وافقت على مقترح القانون فإنها تعيد بصيغة مشروع قانون وفقا للمادة 47 ووفقا للمادة 49، أما إذا رفضت مقترح القانون فألزمها أيضا القانون بإعطاء الأسباب التي توضح رفضها لهذا المقترح. نقول أن القانون مجلس عمان أعطى فعلا نقلة نوعية لأعضاء مجلس عمان، وبالتالي يسهل التحرك فيها في هذا. حقيقة بين مجلس الدولة ومجلس الشورى هناك تنسيق مستمر، وحقيقة هذا التنسيق قد يكون القانون أيضا في بعض الأحيان يلزمك قانون مجلس عمان بهذا التنسيق، وأيضا هناك أدوار أخرى ليس للقانون فيها دور، وإنما هو عمل تنسيقي بين المجلسين. فيما يتعلق بإلزام القانون هو ما يتعلق بمشروعات القوانين ومقترحات القوانين. مشروعات القوانين تحال من الحكومة إلى مجلس الشورى 3 أشهر، ثم تحال من مجلس الشورى إلى مجلس الدولة، وبالتالي هذا عمل يحتاج إلى تنسيق وتعاون وتكامل، سواء كان على الوضع الطبيعي أو بصفة الاستعجال، كأن يكون شهر في مجلس الشورى ثم شهر في مجلس الدولة. مقترحات القوانين يجوز طبعا هناك لمجلس عمان حق اقتراح مقترحات القوانين، فإذا قام مجلس الشورى بتقديم مقترح قانون يأتي إلى مجلس الدولة ثم يقوم بدراسته ومناقشته ثم يعطي رأيه إلى مجلس الشورى حول مقترح القانون. أيضا نفس الموضوع بالنسبة إلى مجلس الدولة. أيضا فيما يتعلق بالخطط الخمسية وفيما يتعلق بالميزانية السنوية، هذه الشراكة أقرها قانون مجلس عمان، لكن أيضا هناك أمور تنسيقية أخرى، منها ما يتعلق بلجان الصداقة البرلمانية. لجان الصداقة البرلمانية تم الاتفاق بين مجلس الشورى ومجلس الدولة على أن يكون التمثيل في المحافل الدولية يكون التمثيل باسم مجلس عمان. فإذا كانت لجنة الصداقة البرلمانية التي تشكل مع الدولة الأجنبية، المجلس الموجود في الدولة الأجنبية هو مجلس منتخب، فإنه يتولى رئاسة اللجنة مجلس الشورى باعتباره أنه نظيره، ويشارك عضوين من أعضاء مجلس الدولة. وإذا كان المجلس الذي يأتي من قبل دولة أجنبية لكي يكون لجان صداقة برلمانية مع مجلس الدولة باعتباره معين، فأيضا تكون يترأس هذه اللجنة عضو من أعضاء مجلس الدولة مع وجود عضوين من أعضاء مجلس الشورى. إذن هذا هو عمل تنسيقي وعمل تكاملي بين المجلسين. أيضا عندما يضع مجلس الشورى مجلس الدولة يقوم بعمل ندوة معينة، أو أيضا المجلس الآخر يقوم بعمل ندوة معينة ويستوجب حضور المجلسين، فإنه في هذه الحالة يتم التنسيق فيما بين المجلسين. أحيانا هناك تكون زيارات من أصحاب المعالي الوزراء لشرح موضوع معين، ويستوجب أن تكون لجنة معينة من مجلس الدولة ولجنة معينة من مجلس الشورى، وبالتالي يتم التنسيق فيما بين المجلسين. حقيقة وجود مجلس عمان في مكان واحد بشقيه مجلس الدولة ومجلس الشورى، هذا زاد نوع من التكامل والتنسيق ما بين المجلسين، وحقق الهدف المرجو منه. جميل. كان سعادة الشيخ أحمد كذلك يتحدث عن التعاون بين مجلس عمان ومؤسسات المجتمع المدني، نتكلم كذلك عن المؤسسات البحثية كالجامعات كالمراكز البحثية، الباحثين عند الشروع في وضع الدراسات. ما هو مستوى التعاون حاليا، وما هو المتوقع خلال المرحلة القادمة حين نتحدث عن رؤية عمان 2040؟ لنفرض أن مجلس الدولة بإحدى لجانه تقدمت بدراسة موضوع معين، فإن هذه اللجنة تقوم بوضع خطة لعمل هذه الدراسة. ضمن هذه الخطط هي استضافة المجتمع المدني، بحيث سواء كانوا عن طريق الأكاديميين في جامعة السلطان قابوس أو الجامعات الأخرى، توضع هذه اللجنة تقوم بوضع خطة. يتم الأمانة العامة لمجلس الدولة بنص المادة 35 تقوم على مساعدة أجهزة المجلس في إتمام أعمالها. اللجان هي جزء من أجهزة المجلس، وبالتالي تقوم الأمانة العامة بإرسال رسائل إلى الجهات الحكومية إلى الجهات المدنية لطلب اللقاء مع هذه اللجان. حقيقة احنا نجد أن هناك أحيانا وكلاء للوزارات
تجدهم يأتوا قد يكون في الأسبوع أو في الأسبوعين تجدهم قد يأتوا إلى مجلس الدولة مرة أو مرتين، ذلك بسبب فعالية عمل اللجان في مجلس الدولة، لأن حقيقة لا يكاد يخلو يوم من أيام الأسبوع أن تكون إلا وأن تكون لجنة أو لجنتين موجودة في مجلس الدولة تقوم على دراسة موضوع معين. غدا إن شاء الله سوف يكون لنا لقاء مع أحد الشخصيات الحكومية فيما يتعلق بلجنة التعليم والبحث العلمي، وحقيقة هي عبارة عن نوع من التكامل والتنسيق ما بين مجلس الدولة وما بين الحكومة وما بين أيضا المجتمع المدني في هذه الدولة.